بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة احنا في هتهنا يا جدعان تهنا، بس رحنا حتة كده اسمها قرية العبيدة في القنطرة، فقعدنا نلف يعني أكتر من نص ساعة، وأكتر من ساعتين كمان، نص ساعة ايه، أكتر من ساعتين والله قعدنا نلف. المهم يعني ايه، الحمد لله وبدأنا ايه يعني وصلنا الحمد لله كده في كوبري، وبعد كده قمنا قاعدين بسم الله ما شاء الله. بدأت تشتغل معانا شبرا عفر كبير، واللهم صل على النبي، شبرا خضراء جميله جدا في منتهى الجمال. ف قعدنا نلف انا والسيد، وكان معانا عم حلمي والحاج احمد. المهم ايه، ربنا يعني اراد ان ربنا يعني يكرمنا ان شاء الله. خليكم معانا. احلى الصباح يا جدعان. النبي يا جدعان، بعرف استاذ عمر حسن، ما انا بعلمه. مش عارف ايه، مش أكلة غمزة. الأخضر ده بتاع زمان، قال الأخضر ده هو تقلع الصراع اللي بقى أحسن. الله أكبر أولاد، سلام الله وبركاته. يا جدعان دي حاجة بسيطة كده، ايه صورتها لكم اهيت. بسم الله ما شاء الله، حاجة محترمة يعني. ماشي.